هذا أفضل شيء بتعمله محيا. اللي حوالينا أصدقاء عن جد. بيتزا بالبصل المكرمل وجبنة الكمون. يعني إذا ما حدا بنسكر عيد ميلادي يعني ما بحتفل لحالي فشلوا. مرحبا. أهلين. أنا اليوم عيد ميلادي ومالي حابة أكون لحالي. مالي أنا عملت قلب جاتو كتير ريحته حلوة بس شكله شوي مو مرتب بس ماشي الحال. قلت لحالي بركي إذا بتجي هيفا ورد ممكن ريم بس الواضح إنه كلياتهم مشغولين. فمالي لأنه أنا مالي حابة أكون لحالي. مالي؟ إيه خلص بنلبس وبنحكي يلا. ماشي. طيب. يلعن ابو الواحد عرس. انا اتصلت بهيفا ورد، اسف بس حسيت انه لازم. مين قال لك تتصل؟ قال بكره عيد ميلادك مو اليوم. ليش اليوم؟ الخميس. قد ايه بالشهر؟ يعني لو مدت السنة ولا مدت بعد 10 سنين شو رح تفرق؟ لو امبارح كان عيد ميلادي أو لبكرة كمان شو رح تفرق؟ نسيت لك كل عام وانتم بخير. ف كل عام وانتم بخير. طيب ليه ما قلتي لي انه اليوم عيد ميلادك؟ لانه كانت لحظه ضعف. زليت حالي لما نزلت لعندك وطلبت انك تكون معي. لانه ما حدا بتذكر عيد ميلادي، لا رفقاتي ولا طلابي. يتذكر عيد ميلادي. وانا هلا شفت انه طالعت لي كتله جديده بصدري. انا ماني عارفانه ليش خايفه من الموت اذا انا ميتة اصلا. روح من وشي مو ناقصني تعاطف سخيف من واحد ميت اصلا. روح. لك ولا عندك استعداد تضل. لك انتو بشر انتو. هه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 ه